سوف أقدم لكم شرح موقع قيادة الاستثمار عن طريق التقطع الحناني. موقع رائع جدا وعجبني صراحة، مع صاحبه معروف جدا اسمه زوج. موقع يدفع عن طريق PayPal وبيزا والبنوك التجارية. معنا سوف أشرح لكم طريقة تسجيل وتذهب إلى ريجستر تضغط عليها، بعد ذلك تأتي إجابة يوزر باسورد، إعادة كتابة باسورد ستيكس، تاريخ ميلادك، إعادة كتابة تاريخ ميلادك. وسوف أؤكد عن شيء واحد وهو تاريخ الميلاد، أن تذكره جيدا لأنه سوف تحتاجه في أشياء ضرورية. ما علينا، بعد ذلك تدخل على أبون أبون عبر بريدك الإلكتروني. أنا قد سجلت مسبقا تأتي إلى روتين بريد التسجيل، تضغط عليها، تضغط تكتب الإيميل الذي مسجل به، بعدين تضغط نيكست. تكتب باسورد. هذه وجهة الموقع. أنا سوف أشرح كيف أتحدث من الموقع. طريقة سهلة جدا جدا هي الضغط على هذه قيمة الإعلانات التي أنا لقد أنا قد قمت بالضغط مسبقا على الإعلانات النقاط وذلك تتبعه لي. وقد اشتريت حزمة 50 نقطة يعطونك إعلانات منخفضة. يعني سوف أوريكم كيف يمكنك أن تكون وهي الضغط ليست صعبة تضغط على ذلك تضغط على تلك وتبتدر من تلك إلى 30 ثانية تدخل كاباتشا تنتظر حتى تضغط على كونفيرمي. وهذا هو الربح من الإشعار الذي ضغطت عليه. تضغط على كلوز وهكذا. بعد شرح التسجيل في الموقع والربح وكيفية الربح من الموقع، نأتي إلى تقديم لكم استراتيجية الربح من الموقع عن طريق النقاط، وهذه مميزة ولكن عليك استثمار وبدء بواحد دولار. يعني واحد دولار تربح دولار فاصلة 55، ولكن كيف ذلك؟ يعني دولار فاصلة 55 تعطيك 3500. وطريقة سهلة، وهناك مجموعات وتصنيف مجموعات. نقاط الحالية هي 9808، وأنا في المجموعة الأولى، وهناك 14 مجموعة حسب النقاط التي تمتلكها. ما علينا، سوف أريك طريقة استثمار وهي الذهاب إلى باي أتسيس. وطريقة الاستثمار هي وضع رابطك في موقع مسجل فيه مثل مداونة أو موقع بي تي سي مسجل فيه، تضغط على كارت كومين، بعد ذلك تقوم بنسخ الموقع الذي تريد أن تشاهده الزوار أو في الموقع، تضغط على فيروي تنتظر. تنتظر خلال مدة الإعلان 30 ثانية حتى يقبله الموقع. تضغط على كونفيرمي تنتظر. موقع نوع قوي من طرف الموقع. تضغط على أوب لاجتياز هذه المراحل اللي هنا. وهنا تأتي لكتابة أي شيء التي سوف يقوم بنسخها ولصق الأعداد المسجلة في هذا الموقع. وضعت هذه الكلمات. بعد ذلك تأتي اختيار مرحلة مقبلة، اختيار البنك الذي تتعامل معه، باي بال، فيزا، أي بنك. ويمكن كذلك استثمار موقع من رصيدك في الموقع. بعد ذلك تختار كم تريد استثمار، كما قلت لكم 3500 نقطة، وذلك تضغط على هذه. أما أنا لقد قمت بها مسبقا، وهذه هي استثماراتي.
طريقة سهلة كما قلت لكم، طريقة سهلة جدا. وهي استثمارات يعني وضعت مرتين ويعني 4 دولار، وربحي سوف يكون إن شاء الله 5 دولار. وفي النهاية أشكركم على تتبعكم، كان معكم صلاح. أي سؤال أو استفسار أنا موجود، ولا تنسوا رابط التسجيل تحت الفيديو.